كالعادة بنبص كمان على نادينا النادي الأهلي العظيم. النادي الأهلي خلاص بيستعد لمباراة في الدوري المحلي أمام نادي سيراميكا يوم الأربعاء إن شاء الله. الحقيقة ده ضمن طبعا المباريات المؤجلة للنادي الأهلي. في 6 جولات تمت في الدوري المصري، النادي الأهلي لعب 3 جولات والحمد لله العلامة الكاملة، 3 جولات ب9 نقاط. وإن شاء الله خلال الفترة اللي جاية كمان عندنا مباراتين هنبدأها إن شاء الله مع فريق سيراميكا يوم الأربعاء. مباراة المولين اللي قدام حضراتكم كانت مباراة الحقيقة مباراة ممتعة، يعني على مستوى طبعا العودة للأداء الجيد. بنتكلم على بعض العناصر اللي خدت الثقة زي طاهر، محمد طاهر أدى مباراة لا بأس بها. نتيجة 2-1 أمام فريق بلغة الكورة كده غلس فريق المقاولين من الفرق اللي ممكن جدا تسبب لك متاعب، لكن الحقيقة كان مباراة جيدة جدا على المستوى البدني على المستوى النفسي ظهر فيها يعني. والنادي الأهلي بيواصل مشواره في الدوري إن شاء الله بإذن الله زي ما قلت لحضراتكم العلامة الكاملة. مباراة فيها الروتيشن كان واضح جدا، يعني حتى مارسيل كولر في 6 أو 7 وجوه ما كانتش بتشارك بصفة أساسية بدأت تخش المباريات. شفنا بداية أحمد عبد القادر ما كانش بيبدأ بقاله فترة، شفنا طاهر محمد طاهر الحقيقة بيأدي بشكل جيد جدا. كوكا في وسط الملعب لعيب مميز جدا، كمان كان غايب لفترات الفترة اللي فاتت لكن كمان رجع بشكل أكتر من رائع. محمد هاني بعد طبعا الدور الكبير اللي قام بيه أكرم توفيق ورجع بألف سلامة وبشكل ممتاز. كمان قدامنا إمام عاشور. الحقيقة كانت مباراة جيدة، مباراة زي ما بقول لحضراتكم مباراة المقاولين دايما ماتشات المقاولين ماتش غلس، ماتش بيحتاج تركيز 90 دقيقة. وحتى بعد نتيجة 2-0 قدر المقاولين يرجع بضرب الجزاء، ولكن في الحقيقة كانت يعني بداية كويسة بالنسبة طبعا بعد طبعا خروجنا للأسف من دوري الأفريقي في الدور قبل النهائي. لكن النادي الأهلي خلاص مركز في البطولات اللي جاية إن شاء الله. عندنا بطولة الدوري زي ما بقول لحضراتكم، عندنا جولتين، يعني عندنا جولتين إن شاء الله يوم الأربعاء مع سيراميكا، وفي جولة تانية قبل التجمع الدولي في تجمع طبعا منتخبنا القومي هيتجمع خلاص للاستعداد لماتشين على مستوى جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم إن شاء الله القادمة، وكل التوفيق لمنتخبنا. زي ما بقول لحضراتكم كولر يعني بيعمل روتيشن كالعادة، متعودين على الروتيشن دوت، وخلاص الراجل يعني خلاص قال انه على من خلال مشواره الطويل مع النادي الاهلي ان خلاص ما عندناش احتياطي ما عندناش اساسي، السكواد كله بيلعب، كل اللعيبه الجاهزه، بيحاول بقدر الامكان لطبعا توالي المباريات بشكل او باخر، عوده المصابين بشكل جيد. عرفنا كمان عمرو السوليه بدا يخش في التدريبات الاساسيه مع النادي الاهلي، ان شاء الله يكون اضافه لوسط الملعب ما فيش شك. شفنا الاضافه الكبيره لاكرم توفيق وعودته في مركز الباك اليمين قد ايه كان راجل، واكرم توفيق يعني مكسب كبير جدا جدا بعودته للنادي الاهلي. فان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق باذن الله يوم الاربعاء. مباراه كمان مباراه غلسه، فريق سيراميكا الكيرف بتاعه متناسق جيد جدا، فريق كمان بيلعب كره حلوه، والنادي الاهلي مطالب بدون شك مطالب دايما بالفوز، وان شاء الله يكون العلامه الكامله في مبارياته على مستوى الدوري المحلي.